السلام عليكم إخوان أخوات، موضوعنا كيف العادة هو موضوع من داخل الصيدلية، موضوع يخص المساعد الصيدلي أو المساعدة داخل الصيدلية، مستخدم أو مستخدمة داخل الصيدليات. موضوعنا موضوع إن شاء الله يكون موضوع مهم، يعني غادي يكون فيه مجموعة ديال النصائح من خلال التجربة ديالي، يعني نصائح عملية ماشي نصائح نظرية، من خلال التجارب المتواضعة داخل الصيدلية. تنقول للإخوان والأخوات اللي بغاو يدخلوا المجال ديال الصيدلة كمساعد أو كمساعدة داخل الصيدلية، قبل ما نبدأ هو أن هذا المجال، قبل يعني نعطي واحد إشارة بين قوسين، يعني مجال غير منظم، مجال فيه العشوائية، مجال ما كاينش يعني الصفة القانونية ديال هاد الشخص أو اللي تيشتغل داخل الصيدليات، مع العلم أنه يعني هو الحلقة، يعني حلقة مهمة داخل هاد المنظومة ديال الصحة، يعني مهمش، كيف تنقولوا مهمش، ما كاينش صفة قانونية، ما عندوش اسم، ما عندوش بزاف ديال الحقوق او التكوينات اللي خاصة تكون او القوانين اللي ستنظم هذا المجال. ولهذا ان هاد الاشخاص هادو تتبقى جميع الاعمال التي يقوم بها هي تضحية من اجل يعني المواطن او المواطنة، وله الشرف لذلك، وتنحي كاع يعني هاد الفئه اللي تشتغل داخل الصيدلية، يعني لهم تحيه كبيره، لان المهمه ديالهم مهمه ضروريه ومهمه اللي كبيره داخل الصيدليه، وتقوموا بواحد الدور اللي كبير، وخصوصا ان دابا تنشوف ان الاغلبيه ديال يعني المسؤولين على الصيدليه ما تيكونوش، واللي تيكون في يعني في المواجهة هو داك المساعد أو المساعدة الصيدلية. بالنسبة للناس اللي بغاو يدخلوا لهاد المهنة، هذه هي مهنة شريفة، مهنة تتقدم مجموعة من الأعمال يعني لا يستهان بها، الله اللي تيجازي عليها. هو حلقة وصل ما بين يعني ما بين الطبيب والزبون أو المريض، وتيكون عنده واحد الدور كبير وما تعرفوا الا الناس اللي خدامين في هذا المجال هذا. نعاود نكرر الناس اللي بغاو يخدموا في هذا المجال، يعني كيف سمعت بعض الفيديوهات انهم تيقولوا انهم ما خصوش مستوى ثقافي، ما تيهمش يعني كيف ما كان انه يدخل الصيدلية يتعلم. انا تنقول لا، بحكم التجربه ديالي وبحكم علاقتي بمجموعه من الاخوان، يعني ضروري المستوى الثقافي في اي مجال، خصوصا مجال هذا المجال، لانه مجال علمي ماشي مجال عشوائي هكا، لانه مجال علمي وتعتمد على صيغ علميه وتكوينات ديال الادويه كلها تكوينات علميه، يعني خاصه واحد ضروري واحد المستوى الثقافي، مستوى دراسي لا باس به باش يجيري او يتماشى داخل الصيدليه، سينو ما غاديش يقد يكمل، وغادي يلقى مجموعه من العراقيل داخل هذا، وغادي يكون بحال يعني شنقول لك بحال البائع اللي تيهز و تيحط هنا، ولكن هذيك ما خدامش، لانه مجال علمي وتحتاج يعني اللغه الفرنسيه لانها ضروريه، لان جميع الوصفات اللي تنشوفو تيجي وما تيجوش باللغه العربيه، الوصفات كلهم باللغه الفرنسيه، لي بروسبكتوس اللي داخل الدواء كلهم باللغه الفرنسيه، الاسماء ديال الادويه كلها باللغه الفرنسيه، يعني على الاقل انه يكون يعرف يقرا ويكون يفهم يعني اللغه الفرنسيه، يكون يعرف يقرا ويكتبها. وثاني حاجه انه يكون عنده مستوى لا بأس به في اللغة، يعني في الرياضيات، لأن كاين مجموعة من المعادلات ومجموعة من الأدوية ومجموعة من الحسابات، حتى في ليزوردونس يجيهم بعض المحاليل اللي تيكون واحد المدة، يعني أنه خاصو يكون عنده واحد السرعة واحد النباب أنه يحسب شحال خاصو في هذيك المدة. كاين بعض المرات تلقاو ليغوت تما خاصهم يتحسبو، ما عندكش مع الماس ما نظنش أنك تحسبهم، غطر انك تستشر مع واحد اخر او تسول واحد اخر، وهذا غير مقبول في هذا المجال هذا.
الناس اللي بغى ثاني حاجه هو ان اللي يعني من تيدخل الانسان سيريس تلقى بعض المشاكل. هاد المشاكل غنشير ليهم مثلا تلقاهم مع الناس اللي قبل منك داخل الصيدليه. هاد الناس هادو بعض المرات يكونوا بعض الاشخاص سامحهم الله ما تيبغوش يعلموك ما تيبغوش يساعدوك انك باش ما تكونش احسن منهم. هذا الشيء معروف في جميع الميادين ماشي غير في هذا المجال. هذا غنقدم لكم بعض النصائح اللي ما غتحتاجوش هاد الناس او يعني ما في حال ما بغاوش يساعدوكم يعني ما تحتاجوش تعتمدوا على الانفس ديالكم وغتوصلوا ان شاء الله بحول الله. كونوا اكيدين الا سمعتوا هاد النصائح غتوصلوا. اول حاجه ساعي تدخل الصيدليه اول حاجه هو انك تطمن ترى طريقه العمل ديال الاشخاص كيفاش يخدموا تتبعهم بلا ما تهضر بلا ما تسول بلا ما المهم تبع غير بعينك وشوف كيفاش الطريقه باش يخدموا دوك الناس كيفاش يخدموا كيفاش يتعاملوا مع الكليان كيفاش يتعاملوا مع لي زورتونونس كيفاش يتعاملوا مع الكونسي. غتسمع الناس اللي تيهضروا اشنو عندهم اشنو عطاوهم طريقه يعني الكونسي ديالهم. ثاني حاجه هذه ضروري انك خصك تتبع بعينك وتتبع بعقلك ودير كتاب وانك تسجل جميع النقاط اللي تيدوروا جميع الكونسي هذا اللي شي يصلح هذا اللي شي يصلح وتبدا تاخذ نقاط يوميا تفنق. ثاني حاجه هو طريقه الحفظ. كاين بعض الناس اللي تيدخل هكا تيقول لي خذ كتاب وبدا تقيد الاسماء ديال الادويه كلهم وبدا تحفظهم. هذه تنعتبر انها طريقه خاطئه غير عمليه. الطريقه اللي نبغي ننصح بها انا هو انه الانسان يقلب يحفظ المواد من اش مصنوعه هذيك الادويه المواد من اش مصنوعه هذيك الادويه. مثلا الى هي ضروري اننا خصنا ندورو على الاسماء شويه نكونوا نعرفوا شويه الاسماء ولكن اللي نبغي نحفظ يحفظه الشخص هو هذاك الادويه من اش مصوبه. مثلا ناخذ لاديكلوفيناك مثلا لاديكلوفيناك كماده اساسيه ديال مجموعه ديال الادويه اللي كلها انتي انفلاماتوار. بزاف كاين اسماء بزاف ما نحاول نذكر كاين ديكلو ديفال ديفيتو عط الله الاسماء. لابيروكسيكام حتى هي عندها مجموعه ديال الادواء. الاموكسيسيلين تلقى بزاف ديال الاسماء يعني الماده الحيويه من اش مصنوعه هذاك الدواء. الا عرفنا هذه الماده هذه يعني وفرنا علينا طريق طويله باش نحفظوا الادويه. يعني عقلوا على هذه النقطه هي هو نحفظوا المواد من اش مصوبه الادويه. الا حفظنا هذه يعني تتولي عندك حتى الا جاك اسم جديد دواء جديد دخل الصيدليه تتعرفوا واش يصلح. ما تبقاش تحتاج انك تجبد البروسبكتوس وتقرا يعني تمشي مثلا تلقى لوميبرازول ومن طور في نفس الوقت يعني تطيح لك في بالك ان لوميبرازول راه يصلح المعده بغض النظر على الاسم التجاري ديال هذاك الادويه. المشكل الكبير اللي تلقاه الاخوان هو مشكل حل شفره لي زورونس. لي زورونس هي يعني اش نقول لك هو الغول ديال الاشخاص ديال اللي استخدموا جداد او حتى القدام. حنا دوزنا يعني مده طويله ومع ذلك انك بعض المرات تتلقى راسك انك عاجز تقرا بعض الاسماء الا بعد يعني هكا او تحاول انك تستشار مع الطبيب او ما تقراش بعض المرات ما تقراش. هذه ماشي مشكل ولكن كاين اللي ما تيقراش دائما عنده اخطاء في لي زورونوس عنده مشكل في لي زورونوس. اليوم ليكم الحل كيفاش تحلوا الشفره ديال لي زورونس. حل بسيط اللي هذا لان بزاف ديال الناس اللي تيشد لوردونس ما تيقراش ليه شي دواء صافي تيمشي التركيز ديالو صافي تيتلف ما تيبقى حتى الاسماء اللي عنده في دماغه والادويه اللي حافظ تيمشيو ليه تيهربوا ما تيبقى عنده حتى شي حاجه في دماغه وتيرتاب قدام يعني هذاك الزبون وهذيك وهذاك الارتباك. يعني عشان نقول لك صعيب انك ترتاب قدام يعني هذاك الزبون لانه تيطيح منك وانت ما تبقاش عندك ثقه في النفس. لهذا تنصح جميع الاخوان والاخوات ان تكون عندك ثقه بالنفس تكون يعني واثق من نفسك انك راك انسان يعني في المكان المناسب. اذا ما عندكش هذيك الثقه يعني كل شيء يعني حتى الكليه اللي تيجي عندك ما يبقاش يجي
الا شاف ارتكبتي الاخطاء المره الاولى وارتبكتي، وانك دائما تدخل وتخرج فاسمي وتتخرج مثلا دواء وتعاود ترد وتعاود تجيب دواء اخر، يعني هنا تتفقد في الثقه، وهذه يعني من الامور اللي غير يعني ماشي في صالحك وماشي في صالح الكارير ديالك، لان حتى المساعد الصيدلي عنده زبائن ديالو خاصين وتيجيو تيقلبوا عليه من جميع الجوانب، واذا كانوا تيعرفوا انك ثقه وانك واثق من نفسك وانك تتخرج داكشي يعني مضبوط، يعني تيقوا فيك وتيبداو يعني تيبداو واحد تيوصلها لواحد، وتتولي عندك قيمه، يعني هذيك القيمه ديال الشخصيه تجيك قيمه نفسيه وتتولي يعني شخص محبوب داخل الصيدليه. لكم الحل الاول هو انك تسعى لي تاخذ لو رونس، ما تمشيش للادويه، انسى الادويه، انسى شنو مكتوب في لو رونس، دير شوفه، لكن تنتمنى انك ما ديرهاش ديك الشوفه على الادويه اللي كاينين في هذا. علاش؟ هو انك اول نظره تنبغيك ديرها على لي رونس من الفوق، لونتاد ديال لو رونس، اسم ديال الطبيب، شكون اسم ديال الطبيب، التخصص ديال هذا الطبيب شنو التخصص ديالو، تقول لي علاش غنمشي للتخصص ديال الطبيب، علاش ما نمشيش نقرا الدروس؟ نقول لك علاش، حيت الا عرفتي التخصص ديال الطبيب وفرتي عليك 50% باش تقرا الدروس، ولا اكثر حتى 90%، بين 50 حتى 90% يعني توفرات عليك انك تقرا الدروس بطريقه سهله، يعني ساعدك غتعطيك واحد المساعده يعني قويه. مثلا نعطيك جات اورنونس ديال طب العيون، طبيب الفلاني التخصص ديالو طب العيون، في دماغك صافي ما يبقاش انك الدماغ ديالك متشتت في جميع يعني في الصيدليه كامله، غتمشي لاكاس اللي فيه تقاطرت العوينات، يعني هنا وفرتي يعني غتمشي تقرا في المجال ديال انهم لي كولير او لي بوماد ثاني، بعض الحالات ملي تيكون لي زوبيراسيون هكا تيكون لي زونتيبيوتيك ولا لي زانتي انفلاماتوار، ماشي في الغالب، مهم تيكونوا تقاطر ديال مثلا جاتك اوردونس ديال او ار ال طب الاذن الحنجره الانف، اوتوماتيكمون غتمشي لاكاز ديال التقاطر ديال الودنين وما شابه، يعني لا اللي عنده علاقه بالودنين او الحنجره او الانف. ثاني حاجه دائما تكون عندك هذيك يعني تحيد يعني هذاك الحاجز ما بينكم وبين الزبون، إن فوا تحيد الحاجز ما بينك وبين الزبون يعني تتوفر عليك بزاف د الحوايج. علاش؟ مثلا كتشد الورقة غتسول هداك السيد شنو عندك، مالك، شنو، شكون اللي مريض، ياك ما كاين باس، هو تيعطيك يعني رؤوس، تيعطيك راس الخيط فين غتمشي تقلب، مثلا عنده وليد صغير او عنده هكا ولا بنيه ولا هادي وعندها مصار او عندها هادي او تضرها المعده او هذا، او مشيت هذا ولقيت عندي هذا المرض، يعني هنا تيسهل عليك بزاف د الحوايج، ومن طوب هذاك السيد انت تيقفك تيرتاح، ما تيبقاش واقف متوتر وانت متوتر اكثر منه، وتتمشي تضرب وهكا باش تقرا ديك الورقه ديال الطبيب. تهد القضيه ديال انك باش تقرا الاوردونونس وتتبقى سميتو، تنفضل ان الانسان اللي عنده هذا المشكل انه حل في الاوردونونس، تنفضل انه ما يبقاش واقف قدام يعني الزبون، يحاول انه يمشي لشي يعني شي بلاصه اللي ما بيناش ويقرا الاوردونونس، بحال انه يمشي يجيب شي دواء ويقرا الاوردونونس بخاطره، هنا تخلي الزبون انه ما ياخذش عليك واحد النظره، وحتى انت ما تتوترش ما تتعصبش. هادي قلنا اول يعني الباب الاول هو انك تشوف التخصص ديالك، الا لقيت التخصص والتخصصات انتم عارفين لي غاسترو لي نورو لي جميع لي بيدياتر، يعني حتى البيدياتر الا كان بيدياتر غتعرف انه وليد صغير، ما غتمشيش يعني الادويه ديال الناس الكبار، يعني هذا باب خاصك تحلو على مصراعيه وتدخل تطلب منه، يعني ما تفرش. ثاني حاجه هو تمشي الاسم ديال الزبون، علاش غتقول لي نمشي شنو تيهمني انا في اسم الزبون؟ مهم تعرف انه واش راجل يعني كبير او امراه او طفل او طفله، او يعني واش امراه هذيك مدام ولا ماتموزيل، حتى هي تتساعدك بزاف د الحوايج، دابا شي حوايج ما تيبانوش لك انه معك، ولكن ملي تكون عندك تجربه او عندك درايه او هكا تيبان لك انه مهم من انك خصك تعرف، لان بعض الاخطاء تيوقعوا غير هكا. مثلا عندك خطا وقع
يعني في خلال الكارير ديالي انا في هذا، وقع واحد السيده تنعرفها عندها وليد، اعطاه الطبيب الغونتيل سيرو. نات ديك السيده اللي في الصيدليه عطات الغونتيل سيبو، فهم معايا؟ الناس اللي يعني تا والديه مشاو داو لي الغونتيل سيبو، الغونتيل سيبو بوغ لي زادولت، هاد الدوزاج نتوما عارفينو ما غنوريكمش. هو كان عنده الغونتيل سيرو، كل هذيك السيده عرفت انه وليد صغير ما تعطيش الغونتيل سيبو. ثالث حاجه دابا شنا التخصص ديال الطبيب، شنا الاسم يعني الجنس، الاسم يعني الجنس ديال هذا، والسن ديالو، وحتى السن، وحتى الوزن. الوزن بحال الاطفال تنعرف الوزن ديالهم، يعني مثلا بعض المرات تيكون مقيد بعض الاسماء اللي تتعطاو على حساب البوا ديال الطفل، مثلا الباراسيتامول دوليبخان او دروستوبوج تتعطاو، وما تيكون هو نسى هذاك الدوزاج، يعني الكيلوات تكون فقط تعرف اشنو غتخرج هذاك الوليد. ثالث حاجه عطيتك الباب الاول والباب الثاني، الباب الثالث هو البوزولوج، يعني طريقه الاستعمال. ما تنساش تعرف طريقه الاستعمال قبل ما تخرج الدواء، قبل ما تخرج الدواء شوف طريقه الاستعمال اشنو عاطيك. هذيك طريقه الاستعمال تتبان لك واش كومبريمي، واش سيرو، واش سيبو، واش انجيكتابل، انجيكتابل واش انترافينوز ولا انت ولا انتراميسكولا، واش اللي تدق في الميسك ولا تدق في العرق ولا سوكيتاني. يعني هنايا تتعطيك هذيك طريقه الاستعمال ضروريه قبل ما تحط الدواء، يعني ماشي تحط الدواء وعاد تبدا تبدل فيه قدام الزبون. حاجه طايحه انك تبدل الدواء، تبدا انك تلعب في الدواء قدام هذا، وانك تتردد في سميتو، يعني حتى الثقه ديال هذاك الشخص راه طايح من انك انت ما يبقاش تيق فيك، وتيولي انه تيتعامل معاك ربما بعض المرات بعدوانيه، وهذا فيه المصح. ربما طولت في هذا الفيديو، وتنتمنى انه رغم انه طويل يكون انه عنده افاده. نمشيو لطريقه ثانيه اخرى، هي قلنا لا بوزولوجي، هذه سميتو ولمده الاستعمال. ما تنساوش مده الاستعمال، حيت بعض المرات تتكتب الدوايا، تتكتب الثمن ديالهم، وتتجمع التوتال من تجي للاستعمال، تتلقى انه عاطيه واحد المده ديال 3 شهور او المده ديال شهرين. عاد تقولي ولا هذا عاطيه 3 شهور خاصك تعاود تاخذ منه، ولا لا شوف قبل ما دير الاثمنه، قلنا هذه يعني تاكد من هذه، وخذ الوقت ديالك الكافي، يكون عندك ثقه في نفسك، وحاول انه خلال هذيك المده انك ما تحاولش انك تحسس داك الزبون بالملل، وانه يعني انك خاصك تبقى تهضر معاه وتبقى تشرح ليه وتبقى تسمع ليه. ضروري انك تبقى تسمع ليه، انا في البدايه تنتمنى انك تسمع ليه اكثر ما تنصحو، حتى تبدا يعني تكتب الثمنات وتسالي وتوجدو ديك الساعه دورك انت في شرح طريقه الاستعمال، واش قبل او من بعد. هذه هي غندير ان شاء الله حلقه بوحدها ان شاء الله، شنو هما الادويه اللي خاصهم يتخذوا قبل، شنو هما اللي خاصو يتخذوا بعد، شنو هما الادويه اللي خاصهم يتخذوا وسط الماكله. يعني هذا هو موضوع مهم، وتنتمنى ان ان شاء الله نكون وصلت ولو القليل لهاد الناس هادو، وان شاء الله بحول الله في موضوع اخر ان شاء الله. خليوا لي في التعليق هنايا اشنو بغيتوا ناقشوا، وهاد يعني من خلال التجربه ديالي ومن خلال التجربه ديال الاخوان نحاول نوصلوا ان شاء الله، نكونوا في مستوى كبير ان شاء الله مع بعضياتنا. وخليت لكم السلامه، وما تبخلوش علينا يعني بمشاركة الفيديو مع الأشخاص الآخرين باش يستافدوا. أنا ما تيهمنيش لايك ولا هكا، المهم غير شاركوا الفيديو مع الإخوان الآخرين باش يستافدوا تاهما. والسلام عليكم.